السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابات pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan tadarus Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah juz kedua halaman 25, dimulai dari ayat 164. Baik, sebelumnya kita ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahar wakhtilafil layli wan nahari wal fulki التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم
كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم.